هنا وهران الباهية، هنا جوهرة الغرب الجزائري، هنا يعيش الزائر حقبا تاريخية مختلفة. فمن يزور هذه الولاية السائحية سيقف على تفاصيل معالم أثرية عديدة. ولاية ساحلية بامتياز، ولاية سياحية بامتياز، معالم تاريخية دينية، معالم سياحية، فنادق رائعة، نوجه رسالة للناس، مرحبا بكم في وهران، رائعة للسياحة. على ساحل يجمع بين الجبال والغابات يقع شاطئ مداغ الجميل في وهران، ليصبح قبلة لكل من يحب البحر وتستويه رماله الذهبية وتنعشه نسمته. جميل ما يبطل وهم محافظة على المداغ، خاش شباب بزاف. هذه لابلاج المداغ نجوها طوزون طومي، الله يبارك، عجبتنا لابلاج بزاف باسكو علاش فيها حرمة، فيها لا سيكيوريتي. إعادة تهيئة المواقع السياحية وفتح شواطئ جديدة للسباحة، هنا تعددت الأعمال وانصبت في هدف واحد هو استقطاب المزيد من المصطافين للتمتع بسحر المناطق الجزائرية. جديد ولاية وهران في إطار التحضيرات أو في إطار قطاع السياحة والصناعة التقليدية، خاصة في إطار تحضيرات برشة إصطياف سنة 2019 من خلال فتح الشواطئ للسباحة وكذلك تهيئتها وإحضار كل اللوازم الضرورية لراحة المصطاف وسلامته وأمنه. ولاية وهران بها شريط ساحلي يقدر ب 120 كيلومتر من خلال 34 شاطئ مسموح للسباحة. سنا كان فيه شاطئين مسموحين للسباحة وكذلك الشاطئ الاصطناعي لبلدية وهران لشاطئ ليجوني، بها 175 مشروع سياحي في طور الإنجاز. وراء كل هذه المناظر الخلابة تتجهز ولاية وهران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث عول القائمون على الولاية لاستغلال هذه المؤهلة السياحية التي تعتبر من بين أهم البرامج التي يعول عليها لإنجاح العرس المتوسطي.